اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات على مر التاريخ والحضارات المتناثره في العالم من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن تمثال ابو الهول. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن المنشا والخط الزمني لتمثال ابو الهول، ونقول ان في نظريات وادله متضاربه حول حقيقه منبر تمثال ابو الهول، بس العلم المصريات الحديثة بيتبنى النظرية الشهيرة بتاعت ان تمثال ابو الهول اتبنى سنة 2500 قبل الميلاد على يد الملك خفرع. وفي نظريات كتيرة جدا بتدعم بناء خفرع لتمثال ابو الهول وهي مصحوبة بأدلة، وفي نظريات تانية ما بتدعمش بناء الملك خفرع لتمثال ابو الهول وهي كمان مصحوبة بأدلة، بس نقدر نوصل له اليومين دول ان مفيش دليل ونظرية نهائية حول حقيقة منبنى تمثال أبو الهول. في وقت غير معروف في العصور القديمة تم إهمال تمثال أبو الهول بشكل كبير، ودفعت الرمال المنحرفة جزء كبير من جسم التمثال حتى وصلت الرمال المنحرفة لأكتاف التمثال. وبتعود أول محاولة للتنقيب عن التمثال لسنة 1400 قبل الميلاد، عندما تمكن الملك تحتمس الرابع من جمع فريق من الجماعة اللي هم المنقبين، تمكن من حفر التمثال وحفر الكهوف الأمامية ليه ووضع لوحة من الجرانيت تسمى بلوحة أبو الهول. وبيعتقد برضو إن كان في محاولة للتنقيب عن تمثال أبو الهول في عهد الملك رمسيس الثاني، وبيؤكد عالم المصريات دكتور مارك لينر اللي قدر يحفر ويرسم خرائط لمنطقة هضبة الجيزة انه في عصور المملكة المصرية القديمة حصلت محاولة عن تنقيب للتمثال ابو الهول، بس هو تراجع عن الاعتقاد ده في وقت لاحق. عام 1817 حصل حفر وكشف حديث عن صدر ابو الهول، وتم على يد العالم جوفاني باتيستا كافيجاليا، وكان احد الاشخاص اللي عملوا على ازالة الرمال من حول تمثال ابو الهول هو يوجين جريبوت المدير الفرنسي لمصلحة الآثار المصرية. في عام 1913 قام مهندس الحكومة المصرية بإصلاح رأس تمثال أبو الهول بسبب إن في جزء من رأس تمثال أبو الهول وقع، وفي عام 1926 سقط جزء من غطاء رأس أبو الهول، وده بسبب التآكل اللي حصل في التمثال واللي تسبب ايضا في قطع جزء من الرقبة بعمق. تم اجراء ترميمات للقاعدة الحجرية والجسم الصخري في الثمانينيات واعيد بنائها في التسعينيات. ودلوقتي هنتكلم عن انف ابو الهول المفقودة، وهنقول ان انف ابو الهول بيبلغ عرضها متر واحد، وبيظهر الفحص اللي حصل لوجه ابو الهول ان العصا والازميل اللي استخدموا لسحب انف ابو الهول تم دق العصا اسفل جسر الانف، وتم دق الازميل اسفل فتحة الانف، واستخدموا لسحب الانف في اتجاه الجنوب. ومارك لينر اللي اجرى دراسة على وجه ابو الهول خلص الدراسة دي الى انه تم كسر انف ابو الهول في وقت غير معروف بين القرنين العاشر والثالث ميلادية. وفي قصص شعبية كتيرة جدا حول كسر انف ابو الهول، احد الحكايات دي بتنسب كسر انف ابو الهول الى كرات المدافع اللي اطلقها جيش نابليون اللي كان قادم مع الحملة الفرنسية. في بعض الحكايات الشعبية الاخرى بتنسب كسر انف ابو الهول الى المماليك منذ القرن العاشر الميلادي، وبعض المؤلفين العرب بيرجع كسر انف ابو الهول في عهد المماليك لهجمات المماليك كانوا بيقوموا بها اسمها هجمات تحطيم الايقونات. يكتب المؤرخ العربي المقريزي عن فقد الانف واللحيه في تمثال ابو الهول، وبيقول ان سبب فقد الانف واللحيه هو واحد صوفي مسلم اسمه محمد صائب الزهر عام 1378. وقد وجد يا جماعة محمد صائب ان الفلاحين المحليين بيقوموا بتقديم القرابين لتمثال ابو الهول على امل زيادة محصولهم، عشان كده الفلاحين دول قاموا بتشويه تمثال ابو الهول في فترة تحطم الايقونات. ويكمل يا جماعة الكاتب العربي المقريزي كلامه وبيقول ان كسرة الرمال في منطقة هضبة الجيزة بتعتبر انتقام لما فعله محمد صائب الزهر في تمثال ابو الهول، وده اعتقاد اغلب سكان المنطقه.
بيذكر محمد بن صادق بن محمد التبريزي المصري ان تدنيس القناطر اللي بناها السلطان بيبرس كانت فعل من افعال تمثال ابو الهول بسبب تكسير انف ابو الهول. وبيذكر واحد اسمه عبد السلام المنوفي ان الحمله الصليبيه على محافظه الاسكندريه سنه 1365 بتعتبر عقابا الهيا لكسر انف تمثال ابو الهول، بس دي كلها حكايات شعبيه ما نقدرش ناخدها على محمل الجد. بيعتقد عالم الاثار المصريه فاسيل دوبوريف ان اللحيه اضيفت في وقت لاحق لدقن ابو الهول، لان اللحيه دي لو كانت جزء اصيل من التمثال لكانت تسببت في تشويه دقن ابو الهول عند سقوط اللحيه. لما نتكلم عن صبغه ابو الهول هنقول ان الصبغه الحمراء اللي كانت موجوده في وجه ابو الهول بتظهر اثار ليها في وجهه حتى يومنا هذا، وبتظهر برضو اثار للصبغه الصفراء والزرقاء في جسد ابو الهول موجوده حتى يومنا هذا. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنذكر بعض اجزاء صغيره عن تمثال ابو الهول، وهنبدا كلامنا عن الملك منقرع باني اخر اهرامات الجيزه واظهرها حجما. وهتلاقوا لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكريبشن، وما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.